أي إنسان ممكن يكون معرض لا قدر الله نتيجة الإجهاد أو الأسلوب الغذائي غير السليم أو أنماط الحياة غير المستقرة إن هو يصاب بأزمة قلبية. وفكرة تحديد أعراض النوبة القلبية قبل ما تحصل ممكن يبقى ليها مؤشرات، بس طبعا لازم نكون ملتفتين ليها لأن هما بيسموها الأعراض الصامتة. ازاي نعرف نحس باعراضنا الصامته دي ونترجمها صح؟ ايه هي الاعراض الصامته للنوبات القلبيه؟ ويا ترى فعلا ينفع التنبؤ المبكر بالنوبات القلبيه؟ ده اللي هنعرفه من الدكتوره جميله نصر، استاذ القلب بكليه الطب جامعه قناه السويس ورئيس اللجنه العلميه لزماله القلب المصريه. يا دكتوره صباح الخير على حضرتك. اهلا اهلا، صباح الخير استاذه منى، صباح الخير استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك. يوم سعيد عليكم وعلى مصر كلها باذن الله. ان شاء الله يا دكتوره، من فضلك لو تقولي لنا ايه هي الاعراض الصامته للنوبات القلبيه وايه هي الاعراض العاديه للنوبات القلبيه عشان نقدر نفرق ما بينهم. هو طبعا معروف ان على فكره للاسف يعني ان احنا مصر من اكبر دول العالم معرضه للاصابه بالشرايين التاجيه، بامراض الشرايين التاجيه. لكن خبر سعيد جدا ان احنا 80% منها ممكن الوقايه منها، فده خبر سعيد. طيب الاعراض الطبيعيه لما حد يجي له ذبحه او جلطه في القلب، تقلع الصدر شديد جدا جدا جدا، معاه عرق، عرق بارد، يحس ان هو بيعرق جامد جدا. الوجع ده ما بيروحش، بيبقى ماسك صدره، بيبقى يعني عنده احساس بالعياء الشديد. طيب هل في حاجات اخرى صامته ممكن نحس بيها؟ هي طبعا ممكن تيجي صامته تماما في مرضى السكر، ودي بتبقى في منتهى الخطوره، لان مريض السكر بيكون عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه، وبالتالي ممكن ما يجيش باي اعراض، كل العرض بيحس بنهجان خفيف. ده طبعا خلي بالنا، مريض السكر بنبقى ليه طابع خاص. ممكن يجي بألام، بإعياء، يجي بإن أنا عندي إحساس بالدوار، إن أنا عندي يعني عرق واضح، مش قادر أقوم بشغلي، إحساس غير مبرر بالإجهاد والتعب قبلها بفترة، بتجيلي ألم في الصدر كل شوية. كل دي أعراض ممكن إن أنا أبقى قلقان. طبعا خلي بالنا ان الاعراض الخطوره اللي هي نمط الحياه زي ما حضرتك قلتي مهمه جدا. طبعا يعني الجمعيه الاوروبيه حطت مواصفات الانسان السليم في معادله لطيفه جدا احنا بنقولها عشرات المرات، 0-3-5-140-5-3-0. 0 ما ادخنش، 3 امشي 3 كيلو يوميا، 5 اخد 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا، ضغط الدم يكون مظبوط 140، 5 و3 ارقام دهون بالنظام الاوروبي، 0 لا للسمنه ولا للسكر. يبقى انا المطلوب مني ان انا اكون مظبط حياتي، اكون يعني نمط حياتي قوي وصحي عشان ما يجيليش الاعراض الذبحه الصدريه او جلطات القلب. صحيح دكتوره، يعني خليني اتوجه يعني مع حضرتك يعني بسؤال تاني. المطبخ المصري معروف ان هو يعني مطبخ في مشاكل كتير في قصة الكوليسترول وفي الدهون الثلاثية وكل ما يؤثر على القلب بشكل مباشر. نصايحك إيه للمصريين تحديدا فيما يتعلق بأسلوب الطبخ؟ طيب أنا هقول أولا للست المصرية، خطاب كده للست المصرية على الصبح، بقول لها خلي بالك لما بتقعدي نص ساعة في المطبخ أنت بتفقدي 70 سعرة حرارية. ده انا مش هخرج يعني من المطبخ ابدا بقى يا دكتوره. شفتي بقى، شفتي اللي انا دلوقتي بالظبط 70 سعر حراري وفي الحر ده مش هيزيدوا عن ال70؟ لا ممكن يزيد. لكن انت لما هتطلبي تيك اواي انت بتفقدي سعر حراري واحد. اذا احنا بنقول يلا للست المصريه انها ده يعتبر نوع من الرياضه لما تقعدي في المطبخ وتطبخي لاولادك. رياضه شاقه. ده مهم. اولا المطبخ بقى زي ما احنا قلنا الاكل المصري مهم قوي ان هو يكون طبعا الاكل المصري معقد شويه، واحنا زدنا له تعقيد ان احنا بقينا نستخدم الوجبات السريعه، وده مشكله كبيره. فاحنا بنقول نعم للطبيعه، بنقول لا للون الابيض الملح، لا للسكر، لا للدقيق على قد ما نقدر، نعم للفاكهه والخضروات. واحنا قلنا 5 قطع من الفاكهه والخضروات يوميا، الوان مختلفه
بيبقى ليها تأثير على صحة القلب جيدة جدا، بنقول شرب المياه بكثرة على قد ما نقدر، وشرب المياه يكون باعتدال، وشرب المياه يكون موزع على اليوم كله. بنقول السمك مرتين في الأسبوع بيقلل جلطات المخ بنسبة 18% وجلطات القلب بنسبة 15%. بنقول خلي بالك إن في بعض الزيوت اللي احنا بنستخدمها في المطبخ، نستخدم في زيوت اللي هي الحقيقة نخلي بالنا إن هي ما تلمس النار على قد ما نقدر، زي زيت الذرة. اللي يقدر يلمس النار هو زيت عباد الشمس، زيت الزيتون ما يلمس النار، يعني المفروض ان هو لما ناكله ناكله على البارد. وطبعا الاعتدال في التناول الوجبات، وتكون وجبات منتظمة، وتكون 5 مرات في اليوم، كلها كميات يعني قليلة. وزي ما بقول كلما اقتربنا من الطبيعة كلما اقتربنا من الصحة، طيب زي ما خليني قلت اخد من سيادتك. سؤال مصطفى يا دكتوره واكمله مع حضرتك. مصطفى كان بيتكلم عن المطبخ وطبيعه الوجبات، يعني احنا مشهور عندنا الاكل قد يكون دسم شويه، قد يكون الاكل مسبك شويه، قد يكون فيه اكتر من مكون في الاكله الواحده. هل تفاعل المكونات دي مع بعض ممكن يؤدي للاصابه بنوبه قلبيه؟ احنا ما بنقولش تفاعل المواد اللي بناكلها، احنا بنقول زيادة الدهون في الدم هي اللي بتساعد. ان انا باخد ملح في الاكل زيادة عن اللزوم، نعم واستهلاك المصريين على فكرة ضعف الاستعمال العالمي، وده طبعا مشكلة. طبيعة الاكل بتاعتي طبعا ما تكونش ان انا باخد اكلة قوية او كبيرة قوي مرة واحدة، بس احنا محتاجين ما الاملاح ينفعش. دي يا دكتورة في الحر ده علشان الضغط ما يوطاش. ايوه ناكل، احنا محتاجين الميه الحقيقه، ومحتاجين قليل من الملح. تمام والميه بكثره هي دي مهمه جدا في الفتره اللي احنا فيها دي، تمام يعني الحراره اللي احنا فيها طبعا ناكل زي، بس احنا ما بنقول ان احنا اكل 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا الوان مختلفه هتجنبنا الكثير من الامراض. طيب اكيد. دكتوره لو يعني اتكلمنا عن خفقان القلب، ايه هي أهم أعراض خفقان القلب بالنسبة للمصريين؟ طيب أنا دلوقتي القلب بينبض قد إيه؟ القلب ده أقوى عضلة عرفتها البشرية، شغالة طول الوقت ما بتبطلش، بتنبض من 60 ل 90 أو 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، ده المفروض نبض منتظم. تمام. طبعا كلما اقتربت إن أنا نبضي يكون بطيء كل ما يكون أحسن، كل ما اقتربت من الستين يبقى افضل. طيب احساسي بالنبض، انا مفروض وانا ماشيه ان انا او انا موجوده ما احسش بالنبض. لما احس بالنبض ده بيسميه زي ما حضرتك قلت ان ده البالبيتيشن، او ان انا لا ده انا عندي احساس بالنبض واحساس بنبض قلبي. طبعا النبض القلب ده ليه نوعين، نوع منتظم ان انا نبضات واحده وراها واحده مظبوطه جدا، بس ممكن يكون عندي نبض غير منتظم، ممكن يكون نبض غير منتظم تماما يعني ملخبط تماما، وده بنسميه الذبذبه الاذنيه، وممكن يكون كل شويه في لخبطه انا بحس بيها. طبعا الذبذبه الاذنيه دي بتبقى مشكلتها ان هي طبعا بتحتاج ان احنا ندي ادويه مسيله ضد التجلط، مهمه جدا جدا جدا، لان في مرحله معينه لما انا بتنقل من النبض اللي هو المعتاد او المنتظم الى النبض الغير منتظم فجأة، دي بتبقى مشكلة جدا، واكون الانسان معرض للجلطات. فانا لما ببتدي احس بنبضات قلبي بشكل قوي، لما احس بيها انها مش منتظمة خالص، طول ما انا ماشي حاسس بنبضات مش منتظمة، لازم اتوجه للطبيب، لازم اعمل رسم قلب، ممكن احتاج اعمل رسم قلب 24 ساعه، ممكن اعرف سبب، ممكن يكون اسبابها الغده الدرقيه، طبعا اسباب في القلب كلها موجوده غير مفهومه، التوتر العصبي غير غير غير، كل ده اسباب لا حصر لها. لما بنتكلم على الذبذبه الاذنيه دي قصه اخرى، تحتاج العلاج، تحتاج التوجه للطبيب، تحتاج ادويه، تحتاج الدراسه لمعرفه ايه السبب بتاعها.
ربنا يسلم إن شاء الله ويحفظ كل الناس. كل الشكر ليكي الدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس اللجنة العلمية لزمالة القلب المصرية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك يا دكتورة.